اهلا ومرحبا بكم متتبعين قناه مايو الميمون. جبت لكم اليوم واحد الابارتمون كاينه في جنان الزيتون، تشوفوا واحد الموديل اخر. ها انتم شوفوا الدخله ديال الابارتمان او الشقه، هادو الشقق اقتصاديه كاينين في جنان الزيتون اللي محسوبه جنان الزيتون على بني خلف المحمديه في مدينه المحمديه. ها انتم شوفوا الصالة ديال البارتمان، هادو دايرين 24 مليون. هاد البارتمان كاينة في البروميان، هادي الغرفة الثانية، شوفوا تبارك الله الغرفة، وكاين فيها الغرفة الثانية حتى هي كتوفر على البالكون أو الشرفة أو معرفت شنو تيقولو ليها بالعربية. شوفوا هانتوما، يعني انفاس مع الغرفة مباشرة امام الغرفة، هناك مرحاض واسع اللهم بارك، يعني مرحاض واسع يعني تبارك الله كبير، والجليج طالع حتى الفوق. هانتوما هادي فيها جوج غرف وصالة، هذه غرفة ثانية، شوفوا تبارك الله حتى هي فيها البالكون. هذه 24 مليون، شوفوا هذه كيفاش دايره، حتى هي فيها البالكون كيف قلت لكم، زوينه بزاف. وبغيت نشاركها معكم باش تشوفوا بزاف ديال لي موديل كاينين اللي الله يحسن العوان الخدمه ويعني والوقت ما عندهمش باش يجيو يشوفوا الاقامات او الشقق. ها انتما انايا يعني درت خدمتي ووريتكم الشقق. هذا المطبخ وراكم شفتوا معايا الكولوار واسع شويه، وهذا المطبخ هذه فيه واحد الدخيله زايده عليهم. راه قلت لكم كاينين شي وحدين كيكون فيهم شي مزايا، ماشي لي زابارتمون بحال واخا تيبانوا لكم الفصاله بحال، لكن كاين بحال مثلا ديك البالكون اللي كاين في جوج غرف، كاين بعض المرات كيكون غير في غرفه النوم، كاين البالكون كيكون غير في المطبخ وفي غرفه النوم. هذه في هذا فيه ثلاثه ديال البالكونات، كاين واحد في المطبخ وواحد في غرفه النوم وواحد في غرفه الاطفال. الصاله فيها غير نافذه. ثم شوفوا بلاصه الثلاجه، شفتوا البالكون، ها انتم شوفوا عاودت وريتها لكم مزيان كيف ما شفتوا معايا. ها انتما الصباغه تقشرات ليهم، ها انتما الصباغه ديال الخيال كاينه في الصاله. الصاله تبارك الله شحال مفتوحه، شوفوا كما قلت لكم شفتوا معايا العماره كتوفر على جوج جيران فقط، يعني غير ثلاثه ديال جوج ديبارتمات في العمارة، يعني ماشي كل طابق فيه جوج بارتمانت، ماشي يعني كاينين ربعة الجيران حداك ولا خمسة ولا ثلاثة. هذه عمارة طالعة فيها غير جوج بارتمانت أو جوج شقات في الطابق. إوا نتمنى أن الشقة تكون نالت إعجاب ديالكم، وإلا عجباتكم يعني يمكن لكم أي سؤال تحطوه ليا في الكومنتير أو التعليق، خليو لي التعاليق ديالكم ولي جيم وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. هذه هي الطريق ديال جنان الزيتون كيف ما كنوريكم دائما، غادي تطلعوا من القنطره ديال عين تكي، كاين الطوبيسات كيدي وكاين المسجد كيقري كيقراو فيه القران، كاين الروض ديال الاطفال، وعاد ان شاء الله غادي يبنيو الثانويه وغادي يبنيو مستشفى. كيف ما كنقول لكم دائما هذه هي القنطره ديال عين تكي، كتمشيو عليها وكتدوروا على يديكم اليسر، وهذه هي جنان الزيتون اللي محسوبه على بني خلف المحمديه بمدينه المحمديه، شقق اقتصاديه ابتداء من 20 مليون. كاينين ديال 20 مليون، كاينين ديال 23 مليون، كاينين ديال 24، وكاين ديال 25 مليون. كل واحد والطاقه ديالو، وكل واحد وفين غيبغي يشري وشنو هو الاذواق ديالكم.
الاذواق تختلف. وكما كنقول لكم دائما ما تنساوش تشاركوا في القناة اللي مازال ما اشتركش، وتفعلوا جرس يعني باش يوصل لكم دائما الجديد ديالي من اللوح شي فيديو. اي طلب ولا اي بلاصه بغيتوني نمشي نصور لكم شي فيديو ولا شي سؤال، يعني ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم. شكرا لكم حيت دائما كتساندوني، الله يحفظكم ليا. هادو هما بني خلف، هذه هي جنان الزيتون، هذاك هو المكتب اللي كاين اونفاس يعني في الشوكه، داك هو المكتب البيع. الرقم الهاتف غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، اتصلوا بهم وغادي يخليو لكم يعني يجاوبوكم على جميع الاسئله. كما كنقول لكم المشروع راه كيتوفر على مقاهي، مساجد، حمامات، صالونات، الحلاق، كيتوفر على اي حاجه بغيتوها، والخضار، موين الديسير، موين الحرشه، الفران، المخبزات، يعني مجهز من جميع النواحي. كنتمنى الفيديو يكون دائما نال الاعجاب ديالكم، ونكون دائما لحسن الظن ديالكم. كنشكركم بزاف على الثقه ديالكم، ودائما كتعاونوني وكتساندوني، الله يحفظكم ليا. كما قلت لكم هذا هو المكتب البيع، اتصلوا بهم وغادي يجاوبوكم على جميع الاسئله. وشكرا لكم. هذه هي قناتكم مايون ميمون، اضغطوا على الزر اشتراك من فضلكم، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم الجديد. وشكرا لكم على المشاهده.